سالم حياكم الله حياكم الله. طيب يا شيخ ابراهيم، بما ان احنا على الطبخ، يعني بعض الرجال اصوات ابو صالح شيخ عبد الله بنوحد الصوت عشان المخرج يبغى ما يبغى اصوات واجهه الداخل ما نسمع شيء. اسمعوا اعطوني اللي عندكم يا اخوي. سم الشيخ ابراهيم. سم يا ابو صالح. سم. طيب خلوا المايك عندنا ونرجع لكم بعد شوي يا ابو صالح. قول الشيخ ابراهيم كما قال مسلم، خيركم خيركم لاهله. يعني الواحد الان لو يجي يوم من الايام وزوجته مثلا تعبان، وش المانع انه يفاجئهم بمقادير ها ويطبخ ويرتب؟ والله انا كانت زوجتي انفاس عندي في البيت، انا اتكلم عن نفسي والله. والله يا ابو عبد الرحمن ويشهد ربي، انا اللي اغسل الاولاد الصغار واحفظهم واطبخ لها، اقسم بالله العظيم اني اطبخ لها. السعاده بالعكس يا اخي، شرف لي اني اخدم زوجتي. نعم. خيركم خيركم لاهله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندي محله حاطه بالثلاجه، كل يوم اطلع له ذا المحله واحميها له في التاوه. يا سلام. اي والله العظيم بعض الناس يرى انه هذا من نقص الرجوله، انه لا انا ادخل البيت سلبي، جهزي الاكل جهزي كذا. بعض الحريم كذا، بعض الحريم زين. انا مثل زوجتي قسمنجيه ما شاء الله طباخه، اجي البيت ما شاء الله مجهزه كل شيء. نعم. احيانا في ظروف للمراه مريضه ولا شيء تضطر انك يا تطبخ انت يا تجيب شيء من برا. صح. يعني لازم تراعي مشاعرها. صحيح. والمراه تمر عليها ظروف ترى. صحيح. مثل عاده الشهريه تجيها تتعب، واشياء تجيها تتعب، حمل، نفاس، كل هذه الظروف للمراه لازم يكون الزوج حليب. ايه شوف، كل الزوج يراعي مشاعرها. احيانا نفسيتها خايسه لازم تطبطب عليها شوي. شوف المراه لها حق علينا كبير والله. النبي عليه الصلاه والسلام الشيخ ابراهيم في تعاملها الراقي مع زوجته، يوم جاء عند عائشه يلاعبها، الحين من يلاعب زوجته؟ من سلام. يضحك معها؟ يا سلام. فجعلها تركب على ظهره، ركبت على ظهره وتنظر الى الاحباش وهم يلعبون في المسجد. يا سلام. فتنظر ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتهيتي؟ تقول: ليس بعد. تبي تشبع من الحب. شوف نبي الأمة ها، تارك أشغالها كلها وجالس معها في البيت يداعبها، وما زالت فوق ظهرها حتى شبعت. هي تبغى طول بس معه، حتى أنه الرومانسية حين شيخ إبراهيم، بعض الناس يدخل على الشيخ جوجل دور رومانسية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الكاس من عائشة قال: من أين شربتي؟ سلام. من هذا المكان، فيشرب من نفس المكان. ما يحتاج تروح تدور بعيد. خيركم خيركم لأهله. رسالة شيخ إبراهيم لي يعني الأزواج.